الجزارة الضيف الثقيل اليوم على أرضية ملعب شيخ الشهداء يدخل بتشكيل في حراسة المرمى مراد وحيشي اللي معاه الكرة الآن في خط الدفاع حامد الثلبة اللي لعب الكرة الأخيرة أخطأ فيها والتسديدة الأولى ومرت جانب المرمى. أبو بكر بو عقيلة ومحمد جدور في وسط الملعب المسمار الشامخ العبيدي وبجانب المحترف المالي ساديو كانتي عبد الله العرفي المراوغة من العرفي يبحث عن زميل يسلمه خطواته وترى هو السيد أحمد الشلماني كحكم وسط بصافرته يدير لقاء الثامن ليقترب أندية الجوار من الأهلي توصل عند الشامخ والتسديدة أهلوية ومر الشامخ روضها مررها للساديو ساديو يسارية يدرج بكورته أبو بكر يلعب للأمام خطوة تريح جدر التسديدة يسارية وترى الكنترول حطها على اليمين والرأسية كانت متميزة من العكشي لكن العرفي وصل متأخر لتغادر الكرة أرضية الملعب والكرة ما زالت معاه نخوضها تريح جدا العرضية ممكن من فيونغ يدخل بها للأمام فيونغ العرضية هذه كرة أهلوية إمكانية الهدف الأول وضيع وترى والنقلات أوصلت الكرة لفيونغ هذه الكعب الجميلة من العرفي الأسيست كان بالكعب لكن وترى لم يحسن التعامل وضيع هدف محقق على الأهلي هذه هي الكرة الركنية يشير إليها الشماني هذه الكرة سيلي يغيرها كوف السلام عادت الكرة للباشا وهب التسديدة والكرة إلى خارج أرضية الملعب فعين ممكن الثلبة لكن مراد لوحيشي تواجد وأبعدها سيلة في مرة ثانية خطيرة شبابية يغيرها على اليمين ممقى فرصة الهدف التسديدة مباشرة أول هدف الشباب أول هدف الشباب أول هدف الشباب أول هدف فرصة قرينة أول هدف الفريق الطموح هدف أول لشباب الجبل والرصاصة يلقيها على نفس مانجا اللي عاد ودخدس والعشرين تشهد سجد شكر وفنيا البصعيدي وبجنبه لمين سيلا هذه كرة أهلوية كرة للجزارة والإبعاد بعد ركنية ينفذها عبد الله العرفي في مرة أولى والثانية وركلة جزاء ركلة جزاء أهلوية من بداية الشوط الثاني من زاوية أخرى من زاوية ثانية علي يوسف حط رجله والاحتكاك كان موجود عنوانها العرفي وعبد الرحيم عبد الله العرفي يا برود أعصابك يا شيخ يا برود أعصابك يا شيخ أبغى الانتظار يمينية عبد الله العرفي يحط الكرة على يمين المرمى على يسار عبد الرحيم شحات يعلن عن هدف التعادل للجزارة ونقلات أهلوية جميلة العرفي يغير الكرة على اليمين تصل عند وترى وترى الكنترول وترى ممكن يراوغ في مرة أولى يدخل بالكرة يدرج بها خطيرة أهلوية خطيرة للجزارة هدف ثاني من المدافع الهداف أبو بكر معقيلة صاحب الصدارة الجزارة العساوي بوجلبان جابها في دقائق الشوط الثاني وترى الدرج بالكرة وحط العرضية من داخل منطقة الستة ياردة أبو بكر بوعقيلة حطها في سقف المرمى معلنا عن ثاني الأهداف الأهلوية وترى يراوغ التايبي يدرج بالكرة يحطها أمامه خذا فرصته ارفع راسه نظر لأبو بكر بوعقيلة حطها البوعقيلة بشوية أبو بكر بوعقيلة حطها في سقف المرمى هدف ثاني داخل المنطقة ترجع في مرة أولى إبعاد في مرة ثانية تدخل أخير والحكم لم يعلن عن أي شيء ترجع مرتدة أهلوية إبراهيم وتارا في مواجهة بودرويشة وتارا يلعب الكرة توصل لفيونغ فيونغ ممكن رصاصة الرحمة فيونغ تسديدة مباشرة وعبرت بجانب المرمى كرة وتغيير في مرة أولى علي يوسف في مرة ثانية رأسية من علي مرعي ومعها يطلق حكم اللقاء السيد أحمد الشلماني صافرته معلنا عن انتصار فريق الأهلي هنا على أرضية ملعب شيخ الشهداء